ازيكم؟ بحدثكم الان من اوضتي العتيقه. فخلينا النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع المذاكره. بس قبل ما ابدا، لحظه على الجوهر. تمام، دلوقتي طبعا نتكلم عن موضوع المذاكره. زي ما انتم شايفين، ثواني عطشانه معدنية المية دي. زي ما قلت لكم النهاردة هكلمكم عن موضوع المذاكرة. مش عارفة، انا حاسة ان انا جعانة. تاني معايا شوكولاتة. كلنا الحمد لله وشربنا. بصوا، موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن طرق المذاكرة، ازاي تذاكر. الموضوع مهم جدا. فطرق المذاكرة لازم سوري بس ما نمتش من امبارح وصحي بدري كمان. الموضوع ده هروح اعمل نسكافيه بسرعة واجي لكم. النسكافيه اتفضلوا معايا. بصوا بقى، معلش اعذروني عشان بس عايزه افوق عشان اعرف اشرح بتركيز. النهارده هنتكلم عن موضوع المذاكره، تمام؟ ده هخلص النسكافيه واجي على طول كده بقى، ماليش حجه. هنبدا بقى مذاكره. بس قبل ما نبدا، انا حاسه ان المكتب مش متروق. في ايه؟ كده تمام. ممكن بقى دلوقتي، بص انا عايزه انام، مش قادره نصور وقت تاني بقى عشان انا بصوا عايزه انام بجد بجد. لا كده كتير. حاليا انا بعمل لكم فيديو عشان المذاكره. اللي مش هيذاكر بعد ما يشوف الفيديو ده، والله شايفين بالشبشب وهجري وراكم واحد واجيبكم من قفاكم واحد هجري وراه بالشبشب. والله استنوا فيديو المذاكره.